إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله عبارة عن تطبيق لطريقة تحميل جواز التلقيح ضد فيروس كورونا. كيف كيعلم الجميع، الناس اللي هما تلقوا الجرعتين معا الأولى والثانية بالإمكان ديالهم تحميل جواز التلقيح أو شهادة التلقيح. الغرض منها هو التنقل لأي مكان بكل حرية، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. فما على صاحب الجرعتين معا إلا الدخول إلى البوابة الإلكترونية service.lekahcorona.ma، نخليها لكم في صندوق الوصف. فملي كندخلوا لهذه البوابة تلقوا هذه الصفحة الرئيسية، معلومات عن اللقاح، اختبارات سريرية، شي كله ما عندناش به الغرض، كنمشيو الخدمات الإلكترونية. فإن فوا كنحطوا الكورسور عليها تتخرج لنا هنا، اطلع على موعد ومركز التلقيح، هادشي صافي فتناه. المرحلة المهمة واللي عندنا بها الغرض، وهي أقوم بتنزيل جواز التلقيح الخاص بي. كنكليكي عليها مباشرة تتخرج لنا هاد الصفحة، نوع بطاقة التعريف، ورمز هنا كل شيء غادي نعمرو هاد البيانات. للإشارة فيما كنلقاو نجمة بالأحمر، فهنا ضروري تعمر هذوك البيانات. بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة، هنا غادي نكوشي بطاقة، هنا يا شو كنكوشي بطاقة التعريف الوطنية، كنكتبها ندير كنسيزي رقم البطاقة الوطنية، هنا تاريخ الازدياد، هنا كندير اليوم والشهر ديال صاحب الجرعتين ديال الفاكسان. هنا كاتبين لك اذا لم تكن تتوفر على يوم وشهر الميلاد اترك كلا الخانتين فارغتين. يعني الناس اللي هما كاينين الناس اللي ما عندهمش اليوم والشهر، يعني كنكتبوا ديريكتومون السنه على سبيل المثال، كنكتب هذا الرقم اللي كيكتبوا لي هنا كلمه التحقق، هذه كتسمى كابتشا. كنكتب داكشي، يقدروا يديروا لي ديلات، خدي شيف، داكشي اللي كتبوا لي كنكتب، باش كيعرفوا بانه هذا انسان اللي تعمر هذه البيانات باش يروبو. كنكليكي على بحث، مباشره تيقول لك المرجو ادخال رمز التحقق المرسل الى الرقم. الناس اللي هما داروا الجرعتين معا ودخلوا لهاد البوابه باش يستافدوا من تحميل تيليشارجمون ديال جواز التلقيح، فكيجيهم ميساج في الرقم الهاتف ديالهم، لان ديجا عندهم رقم ديال الهاتف في المكان اللي داروا فيه التلقيح. كنكتبوا داك الميساج اللي جانا. الا تعطل عليكم كنكتبوا، هاي كاتبين لنا اذا لم تتوصل برمز التحقق اضغط هنا، اضغط هنايا باش يافونسي وصيفطوا لك دغيا لقد تم ارسال رساله نصيه، كيقول لك راه صيفطنا. مثلا على سبيل المثال اذا لم تتوصل هنا تاكيد. فملي كدير التاكيد مباشره تنتوصلوا بنموذجين، نموذج جواز التلقيح للنسخه الورقيه، وكذلك نموذج الجواز التلقيح للهواتف الذكيه بالنسبه للناس اللي بغاو يخليوه في الهاتف فكيكوشيوها. حنا عندنا الغرض بالنسخه الورقيه، ومن الاحسن علاش، لانك غادي تدير لها تحميل، يعني تيليشارجيها ديرها في كلي يو اس بي ولا تامبريميها في الدار ولا ديرها برا تامبريميها، باش تبقى عندك في البسطان ديالك وقت ما تنقلتي، سواء بالليل او سافرتي خارج المدينه ديالك او حتى مشيتي حتى لاوروبا ولا اي دوله خارج المغرب، فانت عندك رخصه تخول لك التنقل لاي مكان، لانك معطوها لك حتى درتي الجرعتين الاولى والثانيه. فكيف كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، هذه هي شهاده التلقيح، فهي جد مبسطه وهي شبيهه بشهاده التلقيح العاديه، الا انه كيكون فيها الاسم ديالك ونوع الفاكسان اللي درتي وفيها التاريخ ديالو وفيها كل شيء. فهذه بادره طيبه وجيده تمكن الناس اللي هما داروا الجرعتين معا
من أجل التنقل بكل حرية بدون رخصة بدون أي وثيقة للسفر. إذن إخواني أخواتي، إجراء جديد يهم المستفيدين من الجرعتين معا للقاح. جواز تلقيحي أقرته الحكومة المغربية يوم السبت 6 يونيو 2021 في بلاغ لها تطبيقا لتوصيات اللجنة العلمية. هو وثيقة رسمية ومؤمنة ومعترف بها من لدن السلطات المغربية، يمكن حامله من التنقل بكل حرية كيف قلت لكم بدون حاجة لوثيقة التنقل على صعيد التراب الوطني من دون استثناءات، وكذا السفر إلى الخارج. هذه الوثيقة الورقية المتعلقة بجواز التلقيح للسفر فهي مهمة جدا. الجواز التلقيحي يمكن تحميله عبر موقع www.لقاحكورونا.ما كيف شرط لكم وغنخلي لكم صندوق الوصف من الآن. البلاغ أيضا أكد على أنه يمكن تحميل جواز التلقيح للسفر الذي يحتوي على رمز استجابة سريعة QR كود QR. يمكن التحقق من صحتي عبر تطبيق مخصص لدى لهذا الغرض في شكل قابل للطباعة يعني تأمبريمي، أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها عبر هاتف ذكي يعني في ممشيتي كتوريها، ولكن من الأحسن تكون ورقية. ويمكن أيضا سحبه في شكل ورقي لدى السلطات المحلية الذي يقع ضمن اختصاصها مركز تلقيحي خاص بالشخص المعني. وأكدت اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا أن برمجة جواز التلقيح للسفر جاء نتيجة لاستقرار الوضع الوبائي بالمغرب، بالإضافة إلى استجابة المغاربة لعملية التلقيح، وهذا شيء يجب الإشادة به، فالمغاربة أقبلوا بنظام على عملية التلقيح على صعيد المملكة، بالإضافة إلى سبب آخر وهو التخفيف على المواطنين من أجل السفر والاستمتاع بالعطلة الصيفية واستئناف الأفراح والمناسبات العائلية. إذن هذه الوسيلة أي جواز السفر للتلقيح ترفع كل القيود على من استكملوا لقاحهم بتلقي الجرعة الثانية. للإشارة، في المغرب من بين الدول العربية الأولى إن لم تكن الأولى على التي أصدرت وثيقة جواز التلقيح، يتيح للملقح التنقل بكل حرية، وهذا تأكيد جديد لنجاح المغرب لتدبيره لجائحة كورونا من ناحية الاحترازات الوقائية، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لعملية التلقيح الناجحة، وهذا باعتراف عدد كبير من الدول سواء الدول الأوروبية أو الأسيوية وأيضا بعض المنابر الإعلامية الأمريكية. فالمغرب أصبح رائد في تجربته مع وباء كورونا والتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وعدد من استكملوا تلقيحهم من أخذ الجرعة الأولى والثانية حوالي 6 ملايين، وهذا رقم جيد جدا. إذن خلاصة لما سبق، فالأشخاص المعنيون بالحصول على جواز التلقيح للسفر هم الفئة التي استكملت تلقيحها بالجرعتين معا. ما يمكنش شي واحد يتلشارجي أو يقوم بتحميل جواز التلقيح ورخصة التلقيح إلا إذا كان ذا الجرعة الأولى والجرعة الثانية، طبقا للقرار الرسمي للحكومة صادر يوم السبت 6 يونيو 2021 طبقا لتوصيات اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا. إذن خبر مفرح ومبشر للعودة للحياة الطبيعية، وهذه بوادر الانفراج إن شاء الله. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف. المرجو وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.